السلام عليكم. انا مواطنه كاي مواطن مغربي، مرض ليا ولدي عنده عام وعشر شهور، جبتو لوبيتال مستشفى بنو رشد للاطفال، دخلتو عندهم، جبت فيه السخانه، جبت فيه الردان، كرشو منفوخه، خرجوا لي واحد التحاليل درتهم ليه، خرجوا لي راديوات ليكوغرافي، درت ليه كل شيء. طلع لي عند ولدي انه عنده كلوه ميته ما خداماش، وعنده الكلوه الاخرى خدامه غير يعني غير محصوره في الخدمه ديالها، وعنده واحد العرق ما بين الكلوه والنبوله كيرجع لي بيبي الكلوه الصحيحه. الوغ هادشي كامل بحد ذاته راه مشكل كاف، وهذا مرض خطير. كنمشي وكنجي عندهم، كنمشي وكنجي عندهم، تيقول لك لا سيري اليوم سيري غدا. النهار اللي خرجوني قبل العيد كان اوسبيتاليزي عندهم، عطاوني واحد لا سانتيغرافي ندير على برا عند الطب نديرها عندهم داخل باردون عند الطب النووي. انا جاني التاريخ بعيد، عطاو لي حتى لو 6 8 يعني اليوم. انا درتو لي دابا دي جوغ، درتو لي في البريفي، جبتو ليهم قالت لك ما واضحش، هذا ما واضحش هنا مزيان. مشيت البارح عاودتو، هو نيت عاود سكانر، طلع نفس هذا الشيء اللي قالوا لي ان الدري كلوا ميته، ان هذا طلع ليهم هو هذاك. جيت نعطيه ليهم في ليزيرجونس باش يطلعوه للبروف، قالت لك لا ما يمكنش تعطينا هنا، طلعي عند البروف. طلعت ما لقيتهاش، بديت كنهضر انا وياهم، جابدنا في الهضره شويه، قال لي سيري غدا مع 10 اجي غيشوفك البروف. جيت اليوم كان طلعت يقول لي حكا راه البروف مرضات بالكوفيد، راه عندها 14 يوم عاد باش غادي تجي. قلت لهم انا ما غنمشيش، داكشي كامل اللي طلبته درته، انا ولدي راه بيبي صغير يعني عام و10 شهور، ما غاديش يقدر على هادشي كامل، ما كيتسوقوش ليك. طلعت عند البروف واحد اخر شفته ويقول لي ولدك يعني كاكد لي وي ولدك مريض هذا المرض هذا، كاين كلوه ميته، كلوه ما خداماش، بيبي غترجع النبوله، ولكن راه ما غنديروا شي العمليه دابا، نتبعوا معاه دي سكانير مره تحاليل مره، نقول لكم باش غنديروا العمليه. لا الوغ شنو هو المشكل اللي خلاهم ما يديروش العمليه؟ واش كاينه شي حاجه في الدات ما خداماش غتبقى ديما غادي تضر شي حاجه حداها؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي بغيت نهضر عليه هو هاد دار الام هذه، الناس اللي كيباتوا مع اولادهم هنايا وكيكونوا ناعسين هنا كيباتوا في الجرده، الجرده ديال لوبيتال، ما عندهم حتى شي واحد اللي كيسول عليهم ما والو. هاد دار الام حالينها اصلا لاش لي مامون اللي كيكونوا ولادهم ناعسين كيجيباتوا فيها، ميم ان راه كيخلصوا فيها 30 درهم سادينها، علاش؟ قالك الكوفيد وكتصلح، عطوهم شي بلاصه اخرى، ما يمكنش يبقاو الناس يباتوا في الجرده. انا هكا باقا صغيره كنهضر على راسي، والناس الكبار شكون غيهضر عليهم؟ بزاف ديال الناس هنا عدد اللي كينعسوا في الجرده، ما كاينش، كانوا كيطلعوا لي زيرجونس كينعسوا، دايرين لهم فوتويات شمعوهم عليهم، لا ما تبقاوش تدخلوا هنايا، سيروا باتوا برا. على الكوفيد كاينه في لوبيتال، ما كاينش، كاين غير في ليرجونس، ما كاينش على برا. انا اللي بغيت نوصل الناس ان هاد الحاله اللي دايرين على اللقاح، وهاد الحاله اللي دايرين على الكوفيد والحجر الصحي، يديروا على هاد الناس اللي كيتعالجوا. راه شحال من بيبي كيموت في النار، شحال من راجل كبير كيموت في النار، وحنا هنا ما كنهضروش على اساس ان الناس حكا اجي، حنا بغينا محسنين، بغينا ما بغينا والو، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، بغينا غير الناس توقف، ما يبقاوش لي كومونتير خايبه هادو كيسعاو هادو لا، كما كتهضروا من ورا هكا مراسلوك مرا التليفونات، تجمعوا كاملين وهضروا. الا كان اليوم انا ولدي مريض، راه غدا تمرض لك بنتك، يمرض لك ولدك، تمرض لك امك، غتحس بهذه المعاناه ديال الناس اللي كيعانيو. انا كنطلب لهم غير الدوسي ديال ولدي يعطوني كوبي، ما يمكنش يعطوه ليا، قال لك لا الدوسي ما كاينش عند الماجور، قلب على الماجور ما كتلقاهاش، مع من غنهضروا في هذا لوبيتال؟ ما كاينش معامل. كانوا جيريم انهم يعيدوا النظر في هذا المستشفى هذه، ويشوفوا من حال الناس، لان ولادهم كيعانيوا بزاف. انا ولدي بحد ذاته راه عنده مرض خطير الكلاوي، كلوه ما خداماش ميته، الوغ راه خاصهم يستربيوه ليا، يديروا لي راه كنخلصوا هنا، راه ماشي فابور، راه كلشي كيتخلص. انا ولدي نعس 3 جوغ عندهم هنايا، خلص 2200 درهم ديالاش، ما داروا لي عمليه، ما داروا لي حتى شي حاجه. كتبغي دير ليكوغرافي كيحسبوا لك 400 درهم، راه اي حاجه كتخلص هنا، ما كاينش الفابور. تيقول لك ديال سيدنا، دونك سيدنا راه هادشي كلشي كيتخلص، ما بقاش الفرق بينهم وبين الكلينيك، صافي هادشي اللي كاين. انا بغيت ولدي يديروا لي لوبيراسيون، ما بقاش يقول لي سيري حتى يبغيو هما، علاش هادشي كامل؟ حيت انا ملي هضرت مع البروف ديالهم الكبيره بواحد الطريقه ما عجباتهاش، ولاو شادين معايا الزكار. حنا هنايا ماشي كاين لي بروف كتشوفهم مره، هنا شنو كتشوف؟ كتشوف غير لي ستاجير اللي كيقراو في الكليه ديال الطب، هما اللي كيهضروا معاك فقط، شي واحد اخر ما كيهضرش معاك، ما كيعطوكش وقت. هذا اللي بغيت نوصل انا.